بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جماعة باختصار، ارتباطك بالناجحين نجاح، وارتباطك بالفاشلين فشل. الرسول عائلته ناجحة، جده قصي جمع قريش، عبد المطلب اكتشف بئر أو حفر بئر زمزم، أجداده كلهم لهم تاريخ. ويحتك بالناجحين، لا يمكن تحتك بالناجحين إلا وتنجح، لأنك تأخذ جرعات أمل وتفاؤل وانطلاق. هذا اللي ينبغي ان يكون، هذا النبي اللي كان له عليه الصلاة والسلام. اسألكم بالله، لو واحد مر بالظروف اللي مر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ميت ابوه قبل يولد، تموت امه امام عيونه، يموت جده السند الاول، يموت عمه السند الثاني، تموت خديجة، يموتون عياله، خلونا في الصغر الى 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 8 سنوات. لو عندنا طفل مات ابوه ومات جده وماتت امه ومات عمه في وقت واحد، يمكن يصبح هذا الشخص عنده انفصام في الشخصية، وعنده مشكلة نفسية، ويمكن يكون في المستقبل ذو قسوة ولا يكون عنده رحمة. اما النبي صلى الله عليه وسلم تغيرت الظروف. لذلك هذه ايضا رسالة لابنائي، رسالة للايتام، رسالة لكل انسان وحيد. بعض الناس الله يقدر عليه ان يكون وحيدا، بعض الاخوات متزوجة لكن ما رزقت ابناء، اصبري لعل الله اراد ان تكون يتيمة حتى تكفلي 10 ايتام، ولعل الله سبحانه وتعالى أراد أن لا يكون لك ولد حتى لا يكون سبب في إدخالك لا قدر الله في مشاكل كبيرة. ولذلك الرسول قال: وأعوذ بالله من زوج يشيبني أو ولد يشيبني. أحيانا بعض الأبناء قد يكون سببه أو سبب مشكلتك هو، فاحمد الله أن اختار لك ما اختار. اختيار الله خير من اختيارك أنت. إذا اختار الله لك أمر سلم. ولذلك أم موسى عليه السلام جاءتها 4 أوامر كلها استجابت لها وسلمت لله، وهي تراها بمنظور البشر يعني المفروض انها ما تطبقها. اول شيء تولد ولد توه طالع ويجيها الامر مباشرة ان هذا الولد ضعيف في التابوت، يا رب هذا الصندوق ما ينحفظ فيه الاحياء، هذا التابوت يحفظ فيه الاموات حتى لا تتجثث لا تتعفن الجثث، حطيه في التابوت. حطيناه في التابوت، هي كانت تتوقع ان التابوت بيصير قريب علشان تغطيه وتفتحه ويتهوى ويتنفس ويرضع ويرجع. لا 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 لا، الموضوع اكبر. يلا الحين القيه في اليم، القاء هذا الامر الثاني. طيب ليه ارميه؟ خله عندي. لا ارميه، القيه. فحملت الصندوق واخته فالقته القاء، فلما القي في اليم وشافت التابوت يلعب الموج به، هذا المشهد آلمها، خافت عليه. الله جاء اعطاها امر ثالث: لا تخافي، انا ما سويت شيء، انا نفذت الاوامر، لكن هذا الخوف جبلي وفطري وطبيعي، لا تخافي. طيب ماني بخايفه، خلاص انا واثقه، لكن بحزن على البعد. ولا تحزني، انا ردوه اليك وجاعلوه من المرسلين. رجع ولا ما رجع؟ رجع. فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق. في نفس السوره الله قال للرسول في سورة القصص آخرها 85 أو 58 قال: إن الذي فرض عليك القرآن إيش؟ لرادك، تراك بترجع إلى معاد يا محمد في لحظة من هذه اللحظات. لذلك اختيار الله سلمه لله سبحانه وتعالى وأبشر. النبي صلى الله عليه وسلم سافر أكثر من مرة، قال: يا عم. قال: نعم. قال: أبغى أدخل معك في التجارة. عمه كان يذهب في العير التي يذهب بها عمه، قال: أريد أن أكون معك في هذه العير. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. أنت لما تروح في رحلة الشتاء ورحلة الصيف، رحلة الشتاء أو الصيف، الشتاء اتجاه الروم، معناته تروح للشام على متاخمة، يعني على حدود الروم، فأنت جالس تشوف بيئة جديدة وناس جدد أول مرة تتعرف عليهم، هذا هدف من أهداف السفر. وأيضا تذهب إلى بلاد اليمن على حدود فارس، فأنت جالس تتعلم وتحتك بالناس، وهذا تهيئة ربانية للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم عليه الصلاة والسلام ويكون مهيئ لكل شيء. أيضا من الأشياء التي كانت للنبي السمعة الحسنة، ما أعيب النبي عيبا قط، ما شرب خمرا ولا أكل حراما ولا مس امرأة ولا وقع فيما وقعت به الجاهلية. لما كان في تجارة خديجة كان يفاوض واحد في السعر، يعني كاسرة على قولتنا بالعامية، وهو يفاوض قال: احلف باللات والعزة. قال: ما عبدتهما حتى احلف بهما، انا ما عبدتها عشان تبين احلف فيها، انا ماني مؤمن في وجودها اصلا. ولذلك السمعة الطيبة وموقف السمعة يتبين الان، اعطيكم موقفين وانتم احكموا.
وش تقولون في 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 قبيلة بل كل مكة الودائع حقتها حاطينها عند من؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني البنك اللي يحفظ فلوسهم وحلالهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم قبل النبوة. حلو. طيب يوم بعث ليش ما أخذوها منه؟ بعث في مكة ما أخذوها بهم أو خلوها عنده. الآن صار عدوهم ومع ذلك ما رجعوا الودائع له، ومن شدة أمانته أبقى علي في مكانه في فراشه عشان يرجع الودائع. يقول تبقى ثم إذا جاء الصبح رجع الودائع لهم. أي أمانة يأخذ عليها عمولة؟ حاشا وكلا. لا، هو مندمج مع المجتمع. أنا مع أهلي، أنا مع قبيلتي، أنا مع بلدي، أنا ماني ضد الناس. ما في موقف للرسول صار ضد مكة أبدا. أبو لهب أكثر واحد كان يعاديه، ما يذكر أن الرسول تلفظ عليه بلفظ واحد أبدا. هذول أهلي، قبيلتي، بلدي. ما عمر النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ولا حاربهم إلا لما ذهب إلى مكة قال خلوا بيني وبين الرسالة، هذا موضوع ثاني. لكن أنا عندكم هنا ما جيبوا لي موقف في السيرة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف أمام أهله، كان مندمج مع المجتمع في كل قضايا المجتمع. الموقف الثاني يوم اختلفوا، طبعا الكعبة تصدعت جدرانها، جاء سيل، ثم بعد ذلك دخلت امرأة تطيب الكعبة فشبت مجمرة، لكنها يقول كثرت حطت حطب فاحترقت الكعبة، فأجمعت قريش على أنها تبغى تعيد ترميم الكعبة. لما جو يريدون بناء الكعبة من جديد خافوا، تذكروا موضوع عبرها، قال لهم الوليد بن المغيرة والله لو تلمسون حصاة واحدة أن يجيكم مو بطير أبابيل، أن تجيكم تطيح عليكم السماء. فكلهم تخوفوا، جمعوا المال اللي قدروا عليه واشترطوا أن لا يدخل مال حرام. ما في مال حرام يدخل في بناء الكعبة، ولذلك الحجر اللي في الجهة الشمالية من الكعبة هذا لم تستطع قريش، ما عندها فلوس حلال على اساس تبني به الحجر من داخل الكعبة. شاهد الكلام اجتمعوا، فقال لهم ابن المغيرة قال انا اقترح عليكم انكم تهدون الحجر وتبنونها لان قصدكم خير مو بقصدكم شر. قالوا اجل بنطبق، بنسوي اول شيء نجرب نضرب حصاة واحدة بالفاس ونقعد لين بكرة، ما جانا شيء كملنا، معناته ان الله راضي عن فعلنا. فعلا لما بدأوا يضربون الحجر لم يأتيهم شيء، أصبحوا الصبح فهدوا الكعبة وأبقوا حتى قيل أن خرجت أساساتها اللي هي قواعد إبراهيم عليه السلام اللي كانت موجودة كأسنمة الإبل خضراء، قال فوضع فيها معول فاهتزت الكعبة كلها، وقيل اهتزت مكة كلها، قال فتركوها. لما بنوا الكعبة شاركت كل القبائل، اللي بنى الجهة الركن اليماني حتى بقي الحجر الأسود، كل قبيلة ترى أنها تبي تأخذ شرف بناء الحجر أو وضع الحجر. فاحتكموا، قال لهم المخزومي والد أبو سلمة والد أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا أول واحد يدخل علينا نحكمه فينا. أول من دخل من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل مع باب السلام اليوم هذا. فلما دخل قالوا كلمة كلهم مجمعين، هذا ذكر كل من كتب في السيرة، الأمين ارتضيناه، الأمين ارتضيناه، الأمين ارتضيناه. اللهم صل وسلم. شوف السمعة، هذه رسالة لكم أنتم يا شباب، ترى سمعتك هي رأس مالك. الله، سمعتك رأس مالك. الآن الرسول بدأ يتهيأ، طيب يلا خلاص جاهز، الناس تشهد له بالأمانة. لا، باقي شغلتين أو ثلاث. وش باقي يا رب؟ باقي نعلمك فنون الحرب، ويشارك النبي في حرب الفجار، وهذا اللفظ الصحيح، لأن بعض الناس يقول حرب الفجار، هي حرب الفجار. فشارك النبي فيها، استمرت 4 سنوات، لها قصة طويلة، لكنه اعتدي على قريش. كان النبي يشارك ويناول أعمامه النبل والسهام، فالآن الرسول جلس يتعلم فنون الحرب. شوفوا كيف التأهيل الرباني. بعدها بشهر علمناك فنون الحرب، نبي نعلمك الآن كيفية السلم وتوقيع المواثيق والأحلاف، ودخل في حلف الفضول. حلف الفضول الذي دار في بيت عبد الله بن جدعان ورد المظالم إلى أهلها، حتى قال النبي والله لو دعيت في الإسلام إلى مثله لأجبت، لأن حلف يعيد الحق له، سمي حلف الفضول لأن أعاد الحق لأهله، لأن فيه فضل، وقيل أنه شارك فيه 3 كلهم اسمهم فضل. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام